بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه والتابعين. أيها المستمعون والمستمعات، المشاهدون والمشاهدات، نعيش هذه الأيام أجواء الاستعداد لشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. هذه الشعيرة هي شعيرة الأضحية، هي سنة من السنن المؤكدة لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أمته بها لما فيها من الأجر ولما فيها من الثواب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراقة الدم، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. وربنا سبحانه جل وعلا يقول: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأضحية هي شعيرة نتقرب بها إلى الله خالصة لله سبحانه وتعالى، لأن النسك والذبح لا ينبغي أن يكون إلا لله، لقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على إقامة هذه الشعيرة إذا كان قادرا عليها مستطيعا لها، فكل من قدر عليها من الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا فعليهم أن يقيموا هذه السنة وأن يحيوها لما فيها من الأجر والثواب، وفعلها خير من التصدق بثمنها. وينبغي أن يختار الإنسان أجود الأنعام وأحسنها، وأفضلها الغنم، وأفضل الغنم ذكرها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين يأكلان في سواد وينظران في سواد ويمشيان في سواد. وعلى الإنسان أن يختار الأضحية سليمة من جميع العيوب، كلما كانت أسلم كلما كانت في الأجر أتم وأكمل. وينبغي تجنب بعض العيوب التي تجعلها غير مجزئة وغير صالحة، كالعرج البين والعور البين والهزال البين، وكأن تكون مقطوعة الذنب أو مكسورة القرن أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فلذلك الإنسان يحرص على السلامة، لأنه لا يريدها لنفسه وإنما يريدها لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول في القرآن: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالحرص، كل الحرص على أن يجتهد الإنسان في إقامة هذه السنة، لكن شريطة أن لا يكلف الإنسان نفسه فوق طاقته، وشريطة أن لا تدخل في باب المزايدات وفي باب الملاسنات وفي باب التكبر والعجرفة أو غير هذه من الأمور. نحن نريد أن نعمل عملا خالصا لله سبحانه وتعالى، لا نريد به سمعة ولا نريد به رياء ولا غير ذلك من الأمور. لذلك فالأضحية هي قربان، هي نسك، هي شعيرة نحرص على أن تكون لله ونجتهد. والإنسان لا يكتل الكلام حول ثمنها أو شيء من هذا القبيل، إنما هي وثمنها وكل ما ينفق فيها لله سبحانه وتعالى، وكل ما كان في جانب الله مهما كان فهو لا شيء، فنحن نظل في جانب الله مقصرين. فلذلك الإنسان يحرص على أن الأضحية دياله يختارها بدقة ويختارها جيدة، ويكون ماشي يستهدف اللحم أو يستهدف الأكل والشرب، وإنما يستهدف التقرب إلى الله جل وعلا، والله تعالى يبارك له فيها ويجعلها إن شاء الله تعالى مقبولة، إنما يتقبل الله من المتقين. فالله تعالى يوفقنا، والله تعالى يسددنا، والله تعالى يجعلنا من الصالحين. وإن شاء الله تعالى في فرصة لاحقة نبين بعض الشروط الأساسية المرتبطة بالسن ديالها وما يرتبط بذلك وطريقة الذبح إن شاء الله تعالى.